مسرحيه الملك همام عامله عرض مميز جدا لجمهور تركيا وحكايه. اتفضل يا استاذ. ان شاء الله ميعادنا يوم 3 و4 الجمعه 3 و4 اغسطس 3 و4 الساعه 8 مساء الاسعار 37 واحنا عاملين خصم خاص اللي هيجي من القناه. تمام ان شاء الله هيكون في تكريم مميز للي هيجي من قناه تركيه وحكايه. هيكون في سؤال اثناء على العرض واللي هيجاوب السؤال ده من جمهور تركيه وحكايه هيكون في جايزه ماليه مقدمه من اسره مسرح اسكندريه واسره المسرحيه. خلاص انا خلاص ده ان شاء الله. قولوا لي بقى اللي هيجي، قولوا لي في التعليقات علشان نعرف مين هيجي يوم 3 اغسطس و4 اغسطس الخميس والجمعه. شرفتونا. اشتراكك الجميل في القناة ولايك للحلقة، وتعال اقول لك كل جديد في قناتكم تركاية وحكاية. انا اخوكم مراد محمود، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. البيت الفني للمسرح بيقدم مسرحية الملك همام وعصابة الضباع، بتعرض يوم الخميس والجمعة من كل اسبوع الساعة 8 مساء على مسرح لسيل الحرية. أسعار التذاكر مخفضة ومدعمة من وزارة الثقافة، 37 جنيه و57 جنيه للفرد في الصفوف الأمامية. المسرحية من تأليف وإخراج الفنان الكبير إيهاب مبروك، بطولة الفنان رضا إدريس وملك الموال صوت اسكندرية إبراهيم الملاح. تجربة المسرح تجربة مختلفة عن أي حاجة تانية، من خلال المعايشة والتفاعل بينك وبين الشخصية والممثل اللي بيكون بينك وبينه على الطبيعة أمطار معدودة. تجربة مميزة جدا وبأسعار مميزة جدا وفسحة جميلة. كلنا هنحضر يوم 3 و4 أغسطس اللي جاي، وحيتم تكريم مشاهدين القناة. مدير مسرح لسي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لسي الحريه تاريخ كبير، يعني مدرسه عريقه ومسرح عريق. التاريخ بيكم، التاريخ بوجودكم، بانكم تتفرجوا على العروض اللي بنقدمها بكل حاجه. الله يخليك. اهلا بيك. الله يخليك. منورنا ونور الدنيا. نورك. الله يخليك. كلمنا عن اسعار التذاكر. احنا الاسعار يعني بسيطه جدا. الاسعار هنا اسعار مخفضه مدعمه من وزاره الثقافه، 57 جنيه و37 جنيه، يعني دي اقل من تيكت السينما. هنا الميزه ان انت بتشوف الممثلين طبعا التفاعل على خشبة المسرح، في استعراضات، في أغاني، في تمثيل، في بهجة هتشوف حضرتك على خشبة المسرح. والحمد لله إن هي يعني إلى الآن ما فيش نسبة 1 من مليون قالوا اي نقد سيء عن العرض، الحمد لله. ما احنا عايزين نشوف بقى، لان انا من مدير غتت وانت عارف يا ريس، واحنا معديين ميعاد البدء كده، المفروض نبدا دلوقتي. طبعا يلا بينا عشان ما يتاخرش على الناس. نستاذن حضرتك بقى ونعرض جزء صغير للناس عشان يشرفونا ان شاء الله. اهلا وسهلا، تشرفونا. شكرا يا فندم.
حضراتكم وقدمنا لكم الملك حمام وعصام الضباع. تسليم الدكور والملابس والمسقات للمهندس وليد السباع. تنفيذ مسقات الرأس للمهندسة هبة توفيق. تسليم الألحان هشام زيتون. أغاني وأشعار الشاعر الكبير كامل أبو الفتوح. مكياج أحمد شتا. المخرج المنفذ ومصمم الإضاءة الحاصل على جوائز في مصر والوطن العربي الفنان محمد المأموني. مدرسة صوتية باشمهندس أحمد أمين. Thank you.